قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وأفطر، الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، في لطائف المعارف من هذا اليوم نزدلف إلى عالم الأدب والشعر. ولئن كان الفرزدق وجرير رمزين كبيرين لشعراء العصر الأموي، كما كان البحتري والمتنبي وأبي تمام، كما كان أبو تمام والمتنبي والبحتري رموزا عظيمة للشعر العباسي، فإن أحمد شوقي وحافظ إبراهيم رمزان كبيران للشعر العربي المعاصر. يقول أهل الصناعة الأدبية إن الشعر العربي جملة أصابه مرحلة من الانحطاط، ثم إنه بعث على يد محمود سامي البارودي أديب مصري معاصر. على يد محمود سامي البارودي بعث الشعر العربي من جديد، ذلك أن البارودي رزق قدرة على أن يتأسى ويحتذي بالشعراء الكبار في عصر بني العباس وبني أمية، فعارضهم في شعره فارتقى الشعر. نجم عن ذلك مدرسة أدبية تسمى مدرسة الإحياء، كان من أكبر أعلامها وأشهر شعرائها أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. في هذا اللقاء سنعقد شيئا من المقارنة ما بين هذين الشاعرين الكبيرين في تاريخ شعرنا وأمتنا العربية. أحمد شوقي بجملة نقول كلمة واحدة، لو قدر أننا أردنا أن نختار ممن خلقهم الله أناس نالوا أمانيهم شبه كاملة في الدنيا، لكان شوقي واحدا منهم. شوقي نشأ في فمه ملعقة من ذهب، نشأ في بيت الخديوي إسماعيل، ولذلك قال أخون إسماعيل في أبنائه ولقد ولدت بباب إسماعيل. نشأ صغيرا عيناه تصعدان إلى أعلى، يعني ينظر إلى الأعلى كثير. ما الطريقة التي عالجوه بها؟ أتوه بجنيهات ذهب تبرق يلعب بها، مما دفعه لأن ينظر إلى أسفل فاعتدل بصره. هذا الرجل أوتي حظا كبيرا من الحياة، ولذلك لم يستطع يوما أن يلقي شعره، كان يكتبه وغيره يلقيه، أما هو لا يستطيع أن يلقيه، ومع ذلك فقد أبدع في كل فن وجال في كل غرض وتحقق في كل غاية، وقال شعرا في جميع الفنون أظهر فيه علو كعبه وقدرته الشعرية، سواء كان في غرض الرثاء أو غرض الاجتماعيات أو غرض المدح أو غرض السياسة أو غرض الفخر أو غرض الغزل، في جميع أغراض الشعر. حافظ إبراهيم معاصر لشوقي، إلا أن حافظ مات قبل شوقي بعام أو عام ونصف تقريبا، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في آخر اللقاء. نبدأ بشوقي. شوقي الشعر فيه نوع من المهلكة، ولهذا قال بعض النقاد والدين بمعزل عن الشعر، وإن كان هناك خلاف حول صحة هذه المقولة أو الغاية منها. المقصود أن شوقي رحمة الله تعالى عليه له أبيات هي إلى الكفر أقرب منها للإيمان، كقوله في رثاء مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني المصري، وقد مات شابا، وكان مصطفى كامل هذا قريبا جدا من شوقي، صديقا مقربا له، إلا أنه كان مضاد للقصر، بينما كان شوقي كما بينا ولد في القصر ولا يستطيع أن يتمرد على أهله. فلما مات مصطفى كامل أراد شوقي أن يعوض تلك الجفوة التي الشعرية ليست في العلاقات، كان على علاقة جيدة مع مصطفى كامل، أراد أن يعوضها، فلجأ إلى الغلو في الشعر، فقال وناقل الكفر ليس بكافر في قصيدة عنوانها المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما في مأتم والداني، قال مصر الأسيفة ريفها وصعيدها قبر أبر على عظامك حاني، أقسمت أنك في التراب طهارة ملك يهاب سؤاله الملكان، أقسمت أنك في التراب طهارة ملك يهاب سؤاله الملكان. وشوقي هو القائل
رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، وأنا قدمت بالأسوأ حتى أزدرف إليك بالأحسن، لكن شوقي له ثلاث قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عز نظيرها وقل مثيلها، الهمزية والميمية والبائية. في الهمزية قال: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فالارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، إن صفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء. وهذا من غرر الشعر. قال في الميمية في قصيدة مطلعها أراد أن يعارض بها ميمية البصيري نهج البردة: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. هذا كله أيها المبارك مقدمات. ثم قال: يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وقدرته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. قال في البائية: سلوا قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب؟ أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتاب، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحاب. صلوات الله وسلامه عليه. وأنت أيها المبارك المنصف تدرك أن هذه الأبيات عز نظيرها وقل مثيلها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مدح عليه الصلاة والسلام شرفا لمادحه، شرفا لشوق نفسه. تجري ما بين الشعراء مواقف يقولون إن صحت الرواية أن شوقي وحافظ اجتمع يتداعبان شعرا، فقال حافظ يوري لشوقي: يقولون إن الشوق لوع وحرقة، فما لي أرى شوقي اليوم باردا، يقولون إن الشعر إن الشوق لوع وحرقة، فما لي أرى شوقي اليوم باردا. فشوق الثانية هذه في البيت يقصد بها حافظ أحمد شوقي، وهي في البيت يفهم منها أن المقصود بها الشوق المعروف الحنين للمحبوب. فرد عليه شوقي، رد على حافظ بقوله: أودعت إنسانا وكلبا وديعة، فضيعها الإنسان والكلب حافظ. تأتي والكلب حافظ لماذا؟ للوديعة، للأمانة، ولكنه قصد أن يذم حافظ: أودعت إنسانا وكلبا وديعة، فضيعها الإنسان والكلب حافظ. شوقي رحمة الله تعالى عليه له لامية شهيرة: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل. وأخذ يمدح فيها المعلمين. هذه اللامية عارضها شاعر آخر يقال له إبراهيم طوقان، وإبراهيم طوقان معلم مارس التعليم، ويقول إن شوقي لم يفقه التعليم حتى يقول هذه الأبيات. فرد طوقان على شوقي يقول، يذكر قضية شوقي مدح المعلمين، شوقي يقول: وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيل، ثم يذكر أن شوقي لو جرب التعليم شوقي شاء ساعة لقضى الحياة جهالة وخمولة،
ثم يذكر معاناة المدرسين، لكن أصلح غلطة نحوية مثلا وأتخذ الكتاب دليلا مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول. يا من يريد الانتحار وجدته، إن المعلم لا يعيش طويلا. جرت لشوق أبيات مجرى الحكم، من أشهر ذلك قوله: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. يعني يظهر للأخ الكريم المشاهد أنني أغفلت حافظ. حافظ له العمرية وكفى، لو لم يكن لحافظ إلا العمرية لكفى. والعمرية قصيدة قالها حافظ في مدح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، مطلعها: حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، لهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق النام قاضيها. ثم أخذ يذكر قضايا تاريخية يوظفها شعرا، فيذكر مثلا خبر يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه مر على بستان لشباب من الأنصار، وجدهم يسكرون، صعد الحائط، دخل عليهم، عاتبهم، قالوا: يا أمير المؤمنين، جئنا بواحدة وهي السكر، وجئتنا بثلاث، تصورت وتجسست ولم تستأذن. قال حافظ يصوغ هذا شعرا: وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا، لهم مكانا وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم، والليل معتكر الأرجاء ساجيها، قالوا: مكانك، قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأتي البيوت من الأبواب يا عمر، فقد يزن من الحيطان آتيها، ولا تجسس، فهذه الآية قد نزلت بالنهي عن، فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم، لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. يذكر حافظ قضية رسول كسرى الذي بعثه كسرى إلى عمر، صاحب المقولة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ماذا قال حافظ فيها؟ ذكرها بقوله: وراع صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. له أبيات كذلك مثل شوقي جرت مجرى الحكم، من أشهرها: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذا البيت لحافظ من قصيدة ذكرها في مدح مصر وبيان حبه لمصر. إذا كان شوقي قد نال حظوة، فحافظ اجتماعيا لم يكن بتلك الصورة، لكن قدر أن شوقي تأخر موته عن حافظ، مات حافظ قبل شوقي. قبل ذلك بويع شوقي بإمرة الشعر، وكان حافظ سليم الصدر، كان أول المبايعين، وقال في قصيدة يمدح فيها أمير الشعراء: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. قدر الله مات حافظ قبل شوقي، فرثاه شوقي، وقال في قصيدة يرثي بها أخاه حافظ، قال: يا حافظ الفصحى وحارس مجدها، وإمام من نجبت من البلغاء. هنا شوقي ندم شديدا قدريا على أن حافظ مات قبله. لماذا؟ لأن حافظ وجد من يرثيه، صدر شوقي لرثائه، لكن شوقي كان يعلم أنه لا أحد يعقل بعده له صدى في الشعر يمكن أن يرثي شوقي إذا مات، فكان يتمنى لو أنه مات قبل حافظ حتى حافظ يرثي، لكن هذا قدر الله. المقصود هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده أيها المباركون حول رمزين كبيرين من رموز الشعر العربي، هما أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.